جاءنا البيان التالي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. أنفع؟ إحنا الجيل اللي اتربى على موسيقى نشرة أخبار 9. مع هذه الجولة الإخبارية الجديدة، أسرار هتتقال لأول مرة في برنامج حياة. ده تنشية، ده أنتم ناشيين. باي باي. النهاردة إحنا هندور في حياتكم ونظهر الجانب الآخر منها. حلب وعلم مش رومانسية. لا، رومانسية ناشية. إيهام إبراهيم وباقة من مذيعين قناة إكسترا نيوز. يعني قال لك ايه انت عاجبني يا اميمه؟ حد زي ما كانش هيغلب يقولها ازاي؟ حته اعلان دي فين وفين؟ احنا كنا عارفين ان مثلا كل فتره لما يعملوا اعلان هتيجي حله ملوخيه دلوقتي ولا لما اشهق على الفاضي؟ لا ده ينفع برضه. انا لك على طول. حياتنا مع دعاء فاروق، الاحد 10 مساء على النهار.